تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء أهم ما رافق الحملة الانتخابية التي دخلت يومها 16. على صدر صفحتها عنوان جريدة الشعب: المتنافسون في مناظرة تلفزيونية هذا الجمعة. وهذا بعد أن نجحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من إقناع المترشحين الخمسة، كما اهتمت الجريدة بانطلاق انتخابات الجالية الجزائرية بالمهجر يوم 7 ديسمبر. يومية الإكسبريسيون تطرقت هي الأخرى إلى المناظرة التلفزيونية المبرمجة يوم الجمعة المقبل بين المترشحين الخمسة الذين قبلوا الدعوة الموجهة لهم من طرف سلطة الانتخابات، التي أوضحت أن إجراءات التحضير للمناظرة ستسمح للمواطنين بالتعرف على برامج المترشحين. وعن إجراءات أداء العملية الانتخابية للعسكريين تحدثت جريدة الشروق اليومية تحت عنوان: العسكريون أحرار في اختيار المترشح الذي يستجيب لقناعاتهم. واستندت الصحيفة على بيان وزارة الدفاع الوطني الذي أورد أن العسكريين ينتخبون خارج الثكنات بولاياتهم الأصلية أو بالوكالة. جريدة الخبر هي الأخرى اهتمت بالموضوع، مشيرة إلى تصويت العسكريين مع المواطنين العاديين، كما ذكرت جريدة سلطة الانتخابات التي أعلنت عن تدابير جديدة للرئاسيات المقبلة والمتعلقة بفرز أصوات الناخبين بحضور شعبي. في صفحتها الأولى نجد في جريدة النصر دعوة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي المواطنين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات، معنونة المقال ب: الشعب سيلقن أعداء الأمة درسا في الوفاء لعهد الشهداء. جريدة أوريزون عادت بالتفصيل إلى تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي اعتبر الرئاسيات نكسة جديدة لأعداء الوطن، مؤكدا على وحدة الجزائريين ووعيهم بضرورة أخذ قرارهم المتعلق بمستقبل بلدهم.